عصافير وتزغزغ عصافير وتزغزغ. هلا والله بالأسياد، مقطع جديد واليوم راح يكون عندنا تحدي الضحك. لازم ما أضحك علشان ما أخسر، لازم ما أضحك. فالمهم ضغط زر اللايك إذا تبون حلقات أكثر من الشيء هذا والسلسلة هذه. نزلنا حلقة واحدة عجبتكم بشكل كبير، فإذا شفت لايكات كثيرة أيضا 50,000 لايك راح أنزل لكم بإذن الله حلقة أخرى ونكمل مع بعض في تحدي الضحك. ما أطول عليكم، خلونا نشوف على طول وش المقاطع اللي راح تجينا. بس ها، إذا تبي أي مقطع أشوفه ارسل لي في الانستغرام، اما في الخاص او سوي لي منشن. يلا على طول خلينا نبتدي ونشوف المقاطع اللي راح تجينا الحين. يلا بسم الله نبتدي مع اول لقطه. ما ضحكت، اوكي؟ ما ضحكت. فهذه الاشياء هذه ما تمشي، لازم اضحك جد. اوكي. تو الناس بعدنا تو الناس زين. لا تضحك الحين، تونا بادين الحلقة. شو وضعهم ذيلا؟ هذا ايش صار فيه؟ يعني ما كان يدري؟ ضايق صدره يبيها تسرع. قاعد يدفعها. حركي، شنو هذا؟ بكرة القدم عند الطفل الأجنبي الاحتراف والتنظيم والفن واللعب وبناء العقل على أساسيات. وعندنا تقل يأجوج ومأجوج انزلوا على الأرض، تقل مغول ما في لا احتراف، وشوف شلون تقطيع وتنتيف وضرب واضرب اطرح، والكرة صار لها رجلين وتهرب. بسم الله. لا بسم الله. الله يا ساتر، جايب لقطة من سنة كم؟ اكتشفت ان عندي موهبة. عندك موهبة؟ اي. وش هي؟ سرعة البديهة بالحساب. اوكي. اجيب حساب بسرعة. تسألني كم في كم اقول لك حساب عضو. بالله. الحمد لله، ما دريت موهبة جديدة. ايه؟ شكرا اني مدير الحساب. طيب اوكي ممتاز، ان اعطيك رقمين وتجيب الناتج. ايه. يلا. بشرط انه ضرب. ضرب. خمسة في عشرة 18. خمسة في عشرة 18. كيف 18؟ شفت سرعة جواب. اي بس خمسة في عشرة 18. لا يهمني خطأ ولا صح. لا ها. وات سرعة. وات ايه كذا. ايه سريع. اسأل الله يا ابن النتيجة. ام السرعة ما انا سرعة. ما عندك ردي. ما اقدر اركز مخي. 10 فيها 2 8. على كيفك، شنو هذا؟ اوكي سرعة البنية معناته اقول اي رقم. 1 في 1 12. ها انا اسرع منك. نو يعني الحين كل هذا التعب اخرتها بيضة داخل؟ ما يضحك. صراحة أشك إنه تمثيل، ما أحس شيء حقيقي. جاب له الضغط. يساوي. أيوة. ثمانية سم. سنتيمتر. مكتوب سم. سنتيمتر اختصارات. سم يقطع قلبك يا بنين. يقطع قلبك يا بنين. أنت يا بنين. إيش فيهم؟ ما يضحك صراحة. ايه اللي جابك هنا يا عم الحج؟ ولي ها؟ هذا وش اللي جابه في البحر؟ لا هذه هي رهيبة. ها
هاي رهيبة بس ما أدري يعتبر يعني إني ضحكت ولا لا. شوي شوي بس شوي. حمودي حمودي أمك طبخت لك فطور اليوم؟ لا أمي ما تعرف تطبخ، الخدامة اللي تطبخ. أعزائي المشاهدين مستمرين إن شاء الله في هذه الأجواء الجميلة إن شاء الله بانتظار مدفع الإفطار والأذان إن شاء الله. شلون هذا حقيقي ولا تمثيل شباب؟ تعال تعال ابوك صار له ساعه يدور عليك، قال بالدنيا والله العظيم. وينه بعد ادو ها شوفه وينه، روح سلم عليه ما سلمت عليه. هاي شنو هذا؟ شوف خلاص شوفه شوف. اوكي اوف شنو هذا يا بها؟ شيء عادي عندي انا. اوف والله لا تعال وراك، يلا هاك يلا. اوف الله الله مسوي شنو؟ لا يا شيخ والله بدي حرك حرك روح. ليش ناط؟ ليش ناط من أساس؟ أصلاً ما يحتاج إنك تنط. ها أنا أزعم إن أول يوم دوام. حرام عليك أبو رفيق. نعم والله. أنت كلام سمسم أنا يعطي 5 دينار. العصافير وتزغزغ. عصافير وجاسكت. عصافير جبتة. العصافير وتزغزغ. عصافير جبتة. لا هذه قوية شوي. ما تنحسب، ما بحسبها أنا. كيفكم تحسبونها ولا لا؟ هذا اللي عرف له والله يستاهل التخرج. عبد المجيد محمد البصامي. لا لا عاد لا لا يا طيب لا ما ينفع. علي حسين الشاطري والله الحبيب فالنها بشكل مو طبيعي، بس يعني رجال متخرج يعني يحق له يعني بعد التعب هذا. طبعا الحين بنسوي لكم تحدي بيننا وحمد. تحدي وشو؟ من اللي يطول تحت المويه اكثر. حلو. من اللي نفسه اقوى من الثاني. يلا يلا 1 2 3. حواطيب والله كذا الحواطيب بالله مش ما يدري. ما يدري بالحاله الحين ده تحت. تعبت انا ما نزل قبلك بالحاله. كيف شباب هذيلا يدرون عن بعض ولا ما يدرون ولا قاعد يستهبلون علينا ولا ايش وضعهم؟ ودعمهم من ناحيه الافكار في تصميم هذه المزارع كيف ممكن يستغلوها بطريقه مناسبه. اذا شعروا بالاثر والقيمه المناسبه لهذا المشروع اذا التمسوا الاثر. والله حتى اللي جالس يتكلم ضاع. شقول مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم اسعد الله مساءكم في هذه الظهريه الناريه. شنو هذا يا حبيبي؟ شنو هذا؟ نار يا حبيبي نار. الصيفيه الناريه في هذه الاوقات الظهريه
الكل بالناس الكل. ماذا تفعلون؟ كيف تتقون من هذا الحر؟ ما في حل. مكينا من عذاب جهنم يا عيني، وهذه الذورية النارية درجة الحرارة 40. قوي بشكل مو طبيعي هذا. من لواء، من لواء القعقاع، القعقاع الإسلام، الإسلام وانضمامي، وانضمامي إلى إلى البعوار، البعوار إلى إلى لواء، لواء القعقاع. هذا حقيقي شباب، في واجد لقطات اشك انهم حقيقيين بالذات هذه. في شباب، هذا كان مقطعنا بشكل كامل. برايكم خسرت ولا فزت؟ وهل ضحكتون ولا لا؟ كتبوا تحت في الكومنتات، خلنا نشوف. على اي حال، عندكم اي مقطع مثل ما قلت لكم رسلوا لي على الانستغرام سواء في الخاص او سووا لي منشن. فنشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى، ومع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيال اسطوره تتناقل على كل فم، باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله، اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد.